من زمان كان في حزام أمان، مهمته أنه يقنع الناس أن يلبسون الحزام، وعشان يحقق هالمهمة كان يخطط عدل. هدفه الأول كان خالد. تعرفت ليش هني؟ أنا ليش هني؟ جاوبني. أنت تم تصور الصور؟ أنا اللي أسأل الأسئلة هني. شو السالفة؟ شو صاير؟ يا أخي ليش ما تلبسني؟ الله يخ ليش ما تلبسني؟ الحين كل هالموضوع ملفات مصورني وجرجني هني عشان حزام؟ عاد يصير خير إذا رديت عليك. زين مو براد؟ اوكي سم يمه وي أنا مزهلك. العادة تتشفق لما تشوف الهريس؟ لا. أي. كله بيمينك. طقين. وبالقفشة. ما تسمعيني عاد. أسمعك. قول. يلا. خلاص. إنزين ما فيني شيء. ما أبي. قالت محمد حمد اللي ما يبانا خلاص ما نبى. والله. ستة؟ إيه ما بس ما يبي يلبسني. تعبين علي. سمعني. أنا لما كنت بعمري كنت قديم و؟ إي طبعاً كنت قدك لا يكون عبالك أنا أمي جابتني عودة أنا كنت صغيرة وضعيفة لا تقلب علي المواجع اسمعني أنا لما كنت بعمرك كنت أطلع حق الناس في حوادث السيارات وكانوا يكرهوني لأني كنت أعورهم بس عاد أنا شعري منهم لولاي كان سوى عمليات تجميل في خشومهم ما انت ما كنت تزعلين؟ لا طبعا ليش ازعل؟ اطلع لهم غصبا عنهم رضوا ولا بكيفهم؟ ما والله قويه قولي لي شو اسوي له؟ اكشخله؟ اكشخ؟ فكره يماها الربع الحين الله يعينهم قاعدين يحاولون ينقذون خالد ما خلصتك يا أخي زين تيطح خلصني شو أسوي يعني شوف بس حط يدك شي ها وأنا بحط عيوني لا تطيحني كيف زين شو رأيك الحين اوكي عاد ها؟ يا رجل والله ضحك اكبر من قبل والله يا اخي ليش ما تلبسني؟ ثوبي ايش بلا بعد؟ يتكرفز لما البسك ها؟ صدق عاد بعدين اقول لك مو لازم البسك وانا قاعد ورا عادي ترى يا اخي ترى مزعج وانت تقعد تسندني خلاص عاد انا اسف ازعجتك عورت مشاعرك ما ادري ان القعده ورا يعني مكان سحر ما تخليك تتعور لا تقعد تستهبل خلاص اوكي مو مشكله خلاص وسي عمرك صية وذيب وانك تعرف السوق واخر شيء انا اللي ازعجتك صح ترى عارف السوق انت حالتي وبعدين تعال يا اخي ليش البس الحزام وربع يقدرون يضحكون علي الحزام يحميك في الحادث ومن الغير بعد غير اي من الغير لو ان انت تعرف تسوق وكيس وقتك لكن لو حد من الغير تعرض لك ودعمك وربعك معاك في السياره تبي يصير فيهم شيء طالع انت شلون دخلتوا هني؟ لا 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 ل
ليش تحط حزامك؟ شو السالفة؟ احنا وين؟ هاي ايش فيك كذي؟ لازم اغسل ثوبي. اوكي. تخلد ثوبي متعفس من الحزام. شوفوا نفسكم انتوا اول شيء. شلون توصخنا شي؟ انتوا هني عشان تغسلون ثيابكم القذرة. الناس اللي وراكم متعلقين هني لأنهم رفضوا يربطون حزام الأمان وتوسخت ثيابهم. ما له داعي حكي والله. يا تعرفني أنا أحب المؤثرات الدرامية. وين أقط ثوبي؟ غسله بنفسك. شلون توصخه بالأساس؟ ما كنتوا رابطين الحزام الأمان. ضربت راسك لما كعيت البريك. تنثر بابكون في كل مكان. جلع ومو بغسل. اسمع اذا بيطلعنا قم خلينا نبدا احسن، خلينا نغسل. اوكي. على الطاعي احنا ثيابنا كانت تعفس من الحزام. اقول لك شنو احسن؟ يعفس ثوبك ولا يوسخ ثوبك؟ ترى كلامه صح. يعني توسخت ثيابنا وعورنا روسنا. رابطين الحزام ما كان صار كله. لو كان حد تصدق كان بيصير فينا. صح والله انك صادق. مبروك واخيرا نجحتوا في الاختبار. الحمد لله نجحت المهمه. خالد وربعه اقتنعوا بلبس الحزام، والحين ما ندري من بيكون هدفه الجاي.